نختم الأخبار الخاصة بفريقنا ومع اللعيبة المستبعدين من قائمة الفريق استعدادا لخوض مباراة إنبي واللي بيتمرنوا دلوقتي على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي تحت قيادة عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بالفريق. وضع الفرنسي كارتيروني المدير الفني للفريق برنامج تدريب خاص لمجموعة المستبعدين عشان يتم تجهيزهم بأفضل شكل ممكن سواء بدني أو فني للمباريات اللي جايه.